مرحبا فيكم في ترند. مبادرة إنسانية حققت تفاعل واسع عبر منصات الصحف المحلية في مملكة البحرين لسبعين طالب بالمرحلة الابتدائية، قدروا أنهم يتميزون في ممارسة لغة الإشارة ويتقنونها بشكل محترف. هذه المبادرة هدفها إشراك الطلبة في خدمة فئة الصم والبكم بالمجتمع وتعزيز روح العطاء بلا مقابل والتعاون ومساعدة الآخرين، وتعتبر من المبادرات المدرسية الإنسانية والإبداعية بمدارس مملكة البحرين. أصبح مدرس سعودي حديث مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير جداً، ودخل قلوب الناس بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء تدريسه الطلبة بطريقة مميزة وأسلوب مختلف عشان يسهل الفهم لطلبته ويرسخ في بالهم الدرس بشكل واضح. خلونا نتابع. تصدر اسم الدكتور عبد السلام أبو بكر البلوشي جراح الأعصاب بدولة الإمارات العربية المتحدة المواقع الإخبارية اليوم بعد نجاحه وإتقانه إجراء أول جراحة للعمود الفقري بمساعدة روبوت، وتعتبر هذه الجراحة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. الدكتور ذكر أن هذه الجراحة معقدة وتم تدريب عدد قليل من جراحي الأعصاب عليها ويستفيدون من مساعدة وتحكم الروبوت أثناء الجراحة بهدف توسيع قاعدة المعارف العالمية في العلوم الطبية وتكوين مراكز طبية نموذجية ومتطورة. ضجت المواقع الإخبارية بخبر وفاة الممثلة العمانية القديرة شمعة محمد أثر تعرضها لأزمة قلبية أثناء تصوير إحدى مسلسلاتها الرمضانية في المملكة العربية السعودية. الراحلة قدمت أعمال كثيرة خلال مسيرتها الفنية الطويلة اللي تجاوزت أربع عقود، أبرزها مسلسل قراءة في دفتر منسي وطاش مطاش والفرية والعاصوف والكثير من المسرحيات المميزة. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة. وإلى آخر أخبار المنصات، حيث أطلقت شركة تويتر تحديث جديد لمستخدمي المنصة تمكنهم من ترتيب التغريدات في الصفحة الرئيسية للملف الشخصي. هذه الميزة راح تكون عن طريق خيارين، الأول زر الرئيسية واللي يعتمد على تحديد أبرز التغريدات اللي تعرض للمستخدم، والثاني زر الأحدث واللي يعتمد على الجدول الزمني للتغريدة. بهذا الخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل أن نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. نلقاكم باشر، مع السلامة.